مو اللي احنا تمام. بنتطوق اليها. اسمح لي معلش حاطر فيه موضوع عاجل لازم نتابعه، بيان من الأجهزة الأمنية نعرف تفاصيله ونرجع مرة تانية نستكمل نقاش. تفضل. من الإخوان الإرهابي الدولي والتي تستهدف جمع معلومات استخباراتية وتنفيذ عمليات عدائية ضد أجهزة الدولة ومؤسساتها وشعبها، وبصفة خاصة رجال الشرطة والقوات المسلحة والقضاء والإعلاميون وقيادات سياسية وشخصيات عامة، وذلك بتكليفات من قياداتها بالخارج والداخل لتشكيل خلية إرهابية استهدفت ما يلي: جمع معلومات استخباراتية عن أجهزة الدولة المختلفة وإرسالها إلى قيادات التنظيم الدولي خارج البلاد وإلى بعض الجهات الأجنبية، فضلا عن بث أخبار كاذبة تضر بالمصالح القومية للبلاد. اختيار بعض عناصر التنظيم ممن تتوافر فيهم الخبرات في مجال الحاسب الآلي وعمليات الاختراق الإلكتروني لتدريبهم خارج البلاد على عمليات اختراق لبعض الصفحات الخاصة لشخصيات هامة وضباط شرطة وقوات مسلحة والمواقع الرسمية لعدد من الوزارات للحصول على معلومات وبثها كمحاولة لزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة وتعطيل العمل في بعض منشآتها الحيوية ومشروعاتها الكبرى القومية لعرقلة استكمال خارطة المستقبل. توفير الدعم اللازم للخلية في كافة احتياجاتها فنياً مادياً لوجستياً من جهات خارجية أجنبية. قامت قيادات التنظيم الدولي بتقسيم العمل داخل الخلية إلى 3 وحدات على النحو التالي: وحدة الاختراق لشبكات الاتصالات لنقل البيانات الخاصة برجال الشرطة والجيش وتمريرها للجان العمليات النوعية المختلفة تمهيدا لاستهدافهم. وحدة توفير الدعم المالي والسلاح لتسليمه للجان النوعية بمختلف المحافظات. وحدة الاتصال بمكتب الإرشاد ونقل كافة المعلومات التي يمكن التحصل عليها. جاءت هذه التكليفات لعناصر التنظيم منذ عام 2012 أثناء فترة حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي من قياداتها بالداخل، وأبرزهم القيادي خيرة الشاطر وكذا العناصر الهاربة من أعضاء التنظيم بالخارج، وهم محمود عزت، محمود حسين، أيمن محمد علي، أيمن جاب الله، وبعض العناصر التنظيمية من كوادر الصف الثاني والثالث. هذا وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية عقب استئذان الجهات القضائية المختصة وضبط العناصر المتورطة وتفتيش مقراتها التنظيمية ومداهمة الأوكار الخاصة بهم التي يتم استخدامها لتنفيذ المخططات وضبط العديد من الأسلحة والذخائر والمعدات والأجهزة الفنية، وتم إلقاء القبض على عدد كبير منهم وعرضهم على جهات التحقيق. شعب مصر الكريم، تواصل الأجهزة الأمنية المصرية جهودها وعملها الدؤوب لمواجهة كافة